شايف من بره زي ما انت شايف 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 وزي ما انت شايف. هذه هي الحالة يلا الفطور جاهز. شو هذا يا بنت الحلال؟ أنا ما قلت لك أنا مستعجل وما عندي وقت، إيش حدا مسوي فطور؟ الله يهديك، الفطور مهم للصحة، اقعد اقعد كله بعد الروح، العجلة من الشيطان. لا حول ولا قوة إلا بالله، ساعة بعد ما عندي عشان أطالع الوقت. أنا قلت لك إيش عندنا اليوم وما أبغي أتأخر. اليوم بيكون يوم تاريخي بالنسبة لبلدية الهدة. الأمين الجديد ناوي يعمل تغييرات جديدة. يعني ما رح يطلع زي اللي قبله؟ لا لا لا، هذه يختلف عن الباجي، طمني. الله يسمع منك، لأنه الهدى فعلا محتاجة للتنمية والفلوس كثيرة والحمد لله، بس مو باقي غير استغلالها بشكل جيد يفيد الناس. الحمد لله رب العالمين. إيش فيك ما كنت؟ يا بنت الحلال الناس ينتظروني، ما أبغى أتأخر عليهم. يلا برخصتك. طب سوق بشويش، أنت عارف طرق الهدى ومشاكلها. قول يا رب. يا رب. يا أخوان، ما راح تختلف خطتنا هالمرة عن الخطة الماضية إلا في بعض التفاصيل، وإذا فيه مشاريع ما نفذت في الخطة الماضية فهذا السبب يرجع لنا إحنا. نعم يرجع لنا إحنا، لأن إحنا حقيقة ما استفدنا من الفلوس اللي كانت موجودة. لذلك هالمرة ما نبي نرجع أي قرش للوزارة، نبي نستفيد من كل قرش موجود في ميزانيتنا. إيه بس طال عمرك كانت غلطة كبيرة من الإخوان، ملايين تمر علينا وتدور حولنا وتروح عنا. هذا ناتج عن عدم إلمامنا وإدراكنا بالموضوع. لذلك يا أخوان الخطأ ممكن يتكرر مرة ومرتين وثلاث. حنا لازم نعرف شنو احتياجاتنا الضرورية ولازم نرضي الناس. إرضاء الناس غاية لا تدرك. لا يا أبو ناصر، الناس ممكن تدرك العدل، بس شلون؟ يعني إنك تبني مدرسة في هذه المنطقة وتبني مدرسة في المنطقة الثانية، وإذا ما تستطيع تبني مدرستين في آن واحد تبني مدرسة واحدة، بس على شرط تكون هذه المدرسة تخدم الطرفين. المهم ما ننسى إن إحنا لازم ننشأ مستشفيات ومدارس ومصارف صحية، كل اللي ما نفذناه في الخطة الماضية. أهل الهدى الشرقية هم السبب. الله يهديك يا أبو سامي، الحين صارت أهل الهدى الشرقية أنتوا رفضتوا كل المقترحات اللي إحنا قدمناها، وما قدمتوا بدالها مقترحات وتكون أحسن منها. العيب ما هو فينا، لكن الوقت هو اللي تداركنا. ما اللي ذا الحين ننبش في الماضي وإيش سوينا وإيش ما سوينا. خلاص يا جماعة، اللي فات مات، حنا عيال اليوم. لذلك يا أخوان أحب أقول لكم حاجة واحدة. أنا قسمت الخطة إلى 7 أجزاء. أولا مدارس، مستشفيات، ثقافة، أشياء أساسية، أشياء ترفيهية إلى آخره. يكلفنا هذا المشروع تقريبا حوالي 3 مليار
785,331 هللة. وليه ما تخليها 4 مليارات صافي أزين الحساب؟ لا 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 أرجوك أرجوك، ما أبغى أحط شيء في دمتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أبو رمزي، كيف حالك؟ يعطيك العافية سكرتير بلديتنا. الله يعافيك، تفضل استريح استريح. الله يريح بالك. عمرني. قول طال عمرك، وش صار مع جماعتنا؟ أقروا الطريق؟ المباحثات لسه مستمرة، بس أنت قل لي كيف علاقتك مع أمين البلدية؟ ممتازة وكله تمام. مدام ممتازة يبقى خلاص، أكيد أنت حتكون المستفيد الأول لأنك أكبر مقاول في الحدة. كلامي صح ولا أنا غلطان؟ أنت باين عليك كاشف اللعبة كلها. أهم شيء أنك ما تنساني. على هالخشم؟ عليها الشحم، تعجبني. يا بنتي حبيبتي، أكل الحلال هذا يخليكي ما تاكلين، لا تكثري من أكل الحلال. وانت صادق، عاد أنا قايل ما راح أجيب حلاوة البيت، ومنبه عليهم أنهم ما يأكلون الحلاوة هذه إلا بعد الغداء، وهذه بالذات ما تسمع الكلام. المهم ما قلتي، بديتوا تستعدون المناقصة؟ هاليومين إن شاء الله. قبل أنسى، أحمد ولد خالتي يقول إنه يبي يفتح محل كهربائي ومحتاج لمناقصة أو مناقصتين علشان يقدر يوقف على رجله. من متى ما شاء الله؟ من حوالي 3 شهور. من 3 أشهر ولا قلتي لي ولا قال لي؟ لا لا، أنا زعلان من حقيقة، المفروض إنه يجيني ويخبرني عشان نعمل حسابه في قطع الغيار والكهرباء. ما أحب إنه يزعجك إلين ما يكمل الدكان، تعرف هو ترى بطيء شوي. لا بطيء ما ينفع معنا، حنا شغلنا حار بحار. بكيفه، إذا لخبط بشيء هو المسؤول. على العموم ما عليه، أنت قولي له يجي ويصير خير، على الأقل نقدر نخليه يقدم أوراقه الآن. يعني أفهم من كلامك أنكم بديتوا تقبلون طلبات المناقصات؟ لا حنا ما بدينا لحد الآن، بدينا بالمناقصات الصغيرة، فأبيه يجي يقدم في المناقصات الصغيرة لين تتكون عنده خبرة، وبعدين يخليه يقدم على المناقصات الكبيرة، فهمتي؟ بس أهم شيء عندي بنتك هذه لا تأكل حلاوة. إن شاء الله. ركز معي شوي، شوف الخطة كالآتي: الطريق يبتدي من هنا لين آخر المنطقة بالضبط. مؤسستنا بصراحة ما تقدر تأخذ مقاولات الطريق كلها، يمكن يجزأ وناخذ ربعه تقريبا. كيف يجزأ؟ سوبر ماركت هو، ما يصير، انا ما اقدر اقطع الطريق اعطي كذا جزء، لا هذه المناقصه لازم تطلع بالجمله. وليه ما خليتوه يمر على بعض القرى والهجر عشان ينعش اقتصاديا؟ الخطه كالاتي: احنا مخلين هذا الطريق يخدم كل القرى والهجر والمصالح المختلفه، يكون زي الشريان، الشريان الرئيسي اللي يغذي كل المناطق المتفرعة منه. فهمت علي؟ بس يا طويل العمر، لو إن الخط العام يمر على بعض القرى كان يمكن بعد فترة قصيرة ينعش المنطقة ويحولها إلى مدن كبرى. والله فكرة، لكن كل شيء يبيه لدراسة وتخطيط عشان يكون مضبوط. يمكن أن نجعل الخط يمر على قرية شويمطة، لأنه خالتي عايشة بيه وليها بيت، لا هي قادرة لا تأجره ولا قادرة تبيعه، وترى أنها تتنفع شوي بقروشاته، ويا ليت أنه يمر على قرية السمرة ترى ينعشها بعد. هذه في الشرق وديك في الغرب، أنت بصراحة قل لي لك أحد فيها؟ إي نعم، وهذه ديرة شريكي أمس. إذا خلاص نخليه يمتد من هنا ويمشي على كل القرى اللي قلنا عليها لين يصل إلى منطقة الشمال، بعدين يتجه إلى منطقة الشرق، يعني من هنا تقريبا نقول حوالي 100، وهنا من تقريبا في الشرق حوالي 70 كيلو، يعني العملية هذه كلها ما راح تزيد أكثر من 170 كيلو. Thank you.
اغلب الناس يبغوا شكلهم حلو، يبغوا ابتسامه حلوه، تقول لي انا نفسي ابيض اسناني بس اسناني حساسه، ايش اقدر اسوي؟ انصح باستخدام سنسودان كلينيكال وايت، لانه فيه مواد مثبته علميا انه هو يبيض الاسنان درجتين وفي نفس الوقت يحميها من الحساسيه. انا اثق في سنسودان كلينيكال وايت. خلاص انتهينا. اتركيها تعمل اللي بدها اياه. نعم، شو بدك؟ بدي ابني. ابنك بكرهك وما بحبك. فؤاد! يا فتاح يا عليم يا رزاق كريم. لا شفت اشي ولا سمعت اشي. ماشي، ابشر يا سيدي. اوامر بتنفذيها مثل اي اوامر تاني. ان شاء الله اللي بيفكروا يؤذوه بيعرفوا انه وراه رجال. كانت حلوة كتير مش شوي. دموع القمر يوميا السابعة والنصف مساء على قناة ذكريات. شو بتقول بتهمة القتل الموجهة على هذه المصيبة؟ تبغى تتخلص مني؟ طيب انا قاعد الحشيش، انت ليش ما تردين علي؟ ليش ميت؟ قالوا على حاله وعلى سيارتي. قرفتيني في عيشة. والله انت اللي عيشتك تقابل. أرجوك يكفيني العذاب اللي عم عايشه في اليوم. هون حياة جديدة الواحد لازم يتعود عليها. انت تخرج من الموضوع ده مرة خالص. انت حتى التفاهم ما يجيب نتيجة معاك. انت سمعيني بس الله يهداك، سمعيني. سهرة سينمائية الخميس 11 مساء على قناة ذكريات. حياك الله. الله يسلمك. ايه لمين موجود بس مشغول شوي. لا 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 تشيل هم، اول ما ادخل مكتب راح اذكر موضوع بيتك. انت غالي علينا ابو عامر، بس اهم شيء كمان انت تتذكرنا. خير خير ان شاء الله ابو عامر، مع السلامة. يعني في حدود 100-170 كيلو، هذا ما أعتقد راح يأثر على الميزانية. يعني لا ما أظن يطال عمرك، وبعدين ممكن نضيفها على الخطة. جميل. إذا نعمل لي رسم كروكي وخلني أشوف الخطة كاملة قبل ما أعرضها على الوزير. أنا أشوف هالتغييرات والإضافات إذا صارت الجو ما حيكون صافي. لا لا، هذا احتمال بعيد. أمين بلديتنا حريص كل الحرص على تنفيذ أي مشروع يخدم الهدة بالدرجة الأولى. الله يسمع منك، حنا نيب الخير الهدة وناسها، وكل اللي نتمناه بالدرجة الأولى مصالح الناس وخدمتهم. لا لا، المواصفات هذه بإذن الله موجودة في أمين بلديتنا، وإن شاء الله إن شاء الله منطقة الهدة بتزدهر على أيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا الأستاذ صبحي، كيف حالك؟ كيف حالك؟ الله يسلمك. أبي سعادة الأمين بعد إذنك. طيب استريح بس عشان أعطي خبر. الله يريح بالك. أي أبو محمد، عند الأستاذ صبحي يبغى يشوفك. أبشر أبشر طال عمرك ولا يهمك. تفضل أستاذ صبحي. شكرا يا أخوي، حياك الله.
حياك الله. يا اهلا وسهلا. هلا هلا. السلام عليكم طال عمرك. عليكم السلام. يا هلا مرحبا. حياك الله. تفضل استريح. الله يريح بالك. يلا مع السلامة. هي الله يبارك في هالمعاملة اللي خلتنا نشوفك. الله يسلمك طال عمرك، لكن بتعرف هالايام الواحد مشغول شوية. صحيح معك حق. هالايام سبحان الله صارت تمر بسرعة. غمض عين فتح عين ولا اليوم انتهى يا دافع الشر. ما بقى لك من الدنيا الا العمل الصالح، ولا باقي ما بقى كله يروح وسخ دنيا. الله يعزك. بس انت ما شاء الله عليك في مجال التعليم، وهذا شيء جميل جدا وكله اجر وثواب، وتتعبون على هالطالب لين يخلص الجامعه. حنا طال عمرك ما نبي الا الدعوات الصالحه. الله يوفقكم. ها بشر، عسى عديتوا خطتكم. بس والله يا طويل العمر ما نستطيع نقرر. يا اخ صبحي الله يهداك، مفروض انكم عارفين احتياجاتكم من الاساس ومعدين خطاباتكم، ومفروض انكم عديتوا خطابات من الخطابات اللي قاعده ترفعونها. الاحتياج ما كان هو المشكله طال عمرك، المشكله في المناقصه نفسها. وما راح تنحل، لان انا عارف مشكلتكم. مشكلتكم انا قلت لكم هنا لما جيتوا عندي من 3 سنين اذا تذكر، قايل لك لا توظفوا ناس الا ناس من جماعتكم، عشان اذا صارت مناقصه تقسمونه بينهم وما تصير مشاكل. الله طال عمرك ما انحلت رسالتك هذه. طيب قسموا المناقصات بينكم حسب النظام الجديد. المهم طال عمرك انا بترك بين يديك كل احتياجاتنا وخطتنا حتى تضمونها على الخطه الشامله. انا ما انصحك يا اخ صبحي بهذا الاجراء. حنا في ديره الهده، لما نشوف مناقصه ما وراها مطالب نروح نضمها لنا. فأنت الآن من باب أولى أنك تروح وتخلص كل أوراقك وإجراءاتك لين تجهز وتجي. طال عمرك يعني لو تأخرنا شوية الحين فرج الله، ما عندكم مانع؟ ما في مشكلة، بس لا تطول علينا تكفى، أبغى أخلص الأوراق عشان أرفعها. حاضر طال عمرك. عن إذنك حضرة السكرتير. حياك الله أستاذ صبحي. حياك الله. باك. شرفت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أحمد، كل واحد قاعد يمشي ورا مصلحته، إلا أنت مالك علاقة بأي شيء. أنت لازم تقوي قلبك. وضوحك يحتاج لقوة قلب وشجاعة، لأن قوة القلب والشجاعة هم اللي راح يوصلوك لهدفك. ادخل. السلام عليكم. هلا أحمد. استريح. خير يا احمد، ايش عندك؟ ايش عندك؟ تكلم. في الحقيقه طال عمرك يعني انا اسف لك وانا ازعجت كل شيء يعني، بس في موضوع كذا انا كنت بتكلم معاك. و خير ايش عندك؟ في الحقيقه انا من زمان ابغى افاتحك في موضوع، بس خجلان. لا تخجل مني يا أحمد، أولاً إخلاصك مشهود له، بعدين أنا أعتبرك بحسبة ابني. أنا كنت أبغى أرسل الوالدة لكم، بس قلت قبل ما أرسلها وتعرف الموضوع أني أضمن موافقتك في البداية. لا تخجل مني يا أحمد، أولاً إخلاصك مشهود له، بعدين أنا أعتبرك بحسبة ابني. أنت تعرف أبو محمد أن أنا متخرج من الجامعة من سنتين، وبحاول على قدر الله ما يعطيني من استطاعة أن أجتهد عندكم في الشركة، وأنا كنت بأكمل نص ديني، فما لقيت أفضل من قربك. زين، فتحت لك في الموضوع؟ في الحقيقة أنا ناقشتهم وتفاهمنا على موضوع الزواج، لكن البنت ما حددناها. ليش ما حددت البنت؟ لأني طامع في كريمتكم، ولو قلت لهم قبل ما أقول لك أنا شايف أنا ما هي بزينة
ما هي بزينة. ليش ما هي بزينة؟ لأن أنا كنت خايف أنك ترفض، وفي الحقيقة رفضك لي هذا يعني راح يعني يخلي كلامي ما هو موثوق قدام أهلي، وخاصة أن أنا بمدحك قدامهم وبتكلم عنك كثير، وأنت من حقك ترفض، لكن أنا خايف أن أغير سمعتك عند أهلي. أنت فاتح لك الموضوع، وإذا هي مكتوبة لك تكون من نصيبك إن شاء الله. نسيب جمال ولد خالتك لهالحين ما اتصل. انا قلت له يتصل فيك. على العموم لا يلوم الا نفسه، اذا رفعنا الميزانيه لا يقول بعدين ما قلنا له ولا اعطيناه. عاد تصدق انا اكدت له انه يتصل فيك، بس الظاهر انه اتصل في السكرتير حقك وما لقاك. سكرتير؟ غريبه ما قال لي. الا ذكرتيني على طار السكرتير، ترى السكرتير كلمني في موضوع منيره. خير ان شاء الله؟ خير ان شاء الله. سكرتير هذا إنسان مؤدب ومحترم وولد ناس، وفي نفس الوقت هذا جامعي ومن زمان صار يشتغل معي، عاد فتحني في موضوع منيرة يبيها للزواج. وانت ايش قلت له؟ أنا حقيقة لا فتحت الباب كله ولا سكرت كله. كيفك؟ أنت أبوها وأدرب مصلحتها، بس لازم أشاور البنت. شيء أكيد لازم أشاوره. إنزين هو من هلا؟ من عائلة ناصر الهديد. من أهل الهدة؟ اي نعم. اي بس هذول ناس فقار وفلاحين. يا بنت الحلال احنا وش نبي بالفلوس؟ فلوس الحمد لله عندنا خير واجد، وبعدين انا بساعدهم. كيف؟ قلتي لي كيف؟ انا ما اقول لك. نخلي الطريق يمر على قريتهم. يستفيدون؟ شلون يستفيدون؟ اذا عندهم اراضي او عندهم بيوت نخلي الشارع هذا يمر عليهم ويستفيدون كم من قرش. خلاص مثل ما قلت لك بالأول، أنت أبوها وأدرب مصلحتها، خلني أفاتحها في الموضوع وأشوف شنو رأيها. على بركة الله. خلاص مرحبا يا اخ. هلا. عسى ما شر. ما تشوف شر. ابو محمد الامير. تعرفني؟ اي والله اعرفك. والنعم. انت منين؟ انا من الهده. والنعم والله من الهده والنعم. ومنك يا ابو محمد؟ عسى ما تكلفت المصاريف. 2000 ريال. الله يكون في عونك. عسى عندك بيت في الهده. الحمد لله. صغير ولا كبير؟ لا والله صغير يا ابو محمد. خلاص في شارع بيجي جديد على الهده، نخليه يمر على البيت ويعوض كم من قرش. جزاك الله كل خير يا ابو محمد. يلا مع السلامه. الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين. ايش رايك طال عمرك لو نخليه يدخل على الهدة؟ لأن في انحراف ناحية الشرق أكثر من السميرة. كلامك جميل جدا، خصوصا إنه ما راح يتجه شمال. وهذا طال عمرك ما راح ينقطع من المشروع الأساسي. المشروع الأساسي الكلفة تقريبا حوالي 200 مليون ريال. أما بالنسبة للشوارع الإضافية هذه اللي بيمر على قرية الهدة بيكلف تقريبا حوالي 10 ملايين ريال، وهذا ما راح يأثر في الكلفة الأساسية في الميزانية. هو طال عمرك صحيح نفس تكلفة المناقصة الأساسية ما دام أنه متجه ناحية الشرق، بس طال عمرك في مشكلة ثانية وهي المسافة من هني لين هني حوالي 60 كيلو. لا 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 لا, لا. هذه ما هي مشكلة، لأن خطتنا تتضمن إنشاء مطارات، فاللي يشوف المسافة بعيدة بالسيارة يركب في الطيارة. صحيح طال عمرك، بس أحب أذكرك أن هذا رابع إجراء على الطريق هذا، وإحنا نبغي نسكر ملف الطريق، لأن بعدين أخاف يقولون لنا تأخير منا حنا. لا لا لا، إن شاء الله بيكون هذا آخر تعديل. تطوير وأنت الصادق.
This week on WWE Experience, from steel chain to destructive ladders. You want some? Come get some! Oh, oh man! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Big gear! Watch it! المصارعة الحرة الثلاثاء الحادية عشر مساء على قناة ذكريات. يلا خلينا نتكل على الله. العيال عاملين ايه؟ عيال ايه يا الحاج؟ دول بقى مهندسين قد الدنيا. اللهم صل على النبي. انا هوفر عليك المشوار واخش في الموضوع على طول. انا جاهز يا معلم اشتغل من دلوقتي. الله، هو انت بنت عم حسن؟ كام دول يا استاذ فاروق؟ 5000 جنيه فن. وكان لقاء يوميا العاشرة مساء على قناة ذكريات. أعلنوا بدء مباريات الدوري العام. الكرة مع النصر، يجب أن نهزمهم. يا إلهي، خطيئون. ماذا تفعل هنا؟ ما الذي أتى بك؟ أمر وعليك تنفيذه. الضربة الصاعقة يوميا الرابعة مساء على قناة ذكريات. يصبح لعبك أحلى. غريبة، مبعدتك تقعد تضحك على نفسك. شو تقصدي؟ كلامي واضح زين، إن جواك مو براضي على اللي قاعد يصير، بس بتحاول تقنع في نفسك. إذا تقصدين التغييرات اللي قاعد تصير، ترى هذا من مصلحة الهدى. أنت واثق من كلامك؟ إيه نعم واثق، بس أنت صبري، والأيام بتثبت لك صحة كلامي. معك. يا مسفر، يعني الكلام اللي انت قاعد تقوله هذا يعني الصراحه تزعلني منك. يعني انت صاحبي وعزيز علي، وانت اكثر واحد عارف انا قديش ببذل مجهود عشان اخلص لك موضوعك. طيب خير، انت اترك الموضوع كم يوم وما يصير لك كل خير. ماشي اوكي خلاص يا حلال، لا توصي حريص. يلا حبيبي. طيب مع السلامه. أنا عندي رأي طال عمرك لو سمحتي. تفضل. أنا أقول نخليه ينزل من السميرة ويمر على الهدة، وبعدين ثاني مرة نخليه يطلع شمال. كلامك مضبوط عشان يتوطى كم بيت من هالفقارة المساكين ويقدرون يسددون ديونهم. تعرف مساكين عليهم ديون متلتلة. صحيح. لا والحمد لله إني ما وقعت الأوراق وارتفعت. صحيح اللي يقول كل تأخيرة وفيها خيرة. صدقت على عمرك، كل تأخيرة وفيها خيرة. لا تشيل هم يا أبو رمزي، كلها اليوم أو بكرة بالكثير ويستقروا على التعديلات النهائية. أبيك تشوف الخريطة. في تغيير جديد بعد طال عمرك؟ شو أقول لك يا ابن الحلال، عندي مرة ما تستقر على رأي، كل يوم لها رأي، كل يوم لها قرار. أقول لها خلاص يا بنت الحلال
الطريق خلص منه، قفلنا الخرايط. قالت لا، عاد شنو تقول؟ عندها طول عمرك بتخاله مشترت لها ارض، ولا عندها قروش تقدر تعمر، ولا تبي تستنى بعد البنك العقاري، تقول ما عندي صبر استنى سنين، ولا وصلت الخدمات، نبغى نتخلص منها. زين طال عمرك، والارض هذه وين موقعها؟ تعال تعال تعال، اقول لك تعال تعال، استريح 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 استريح. الارض يا طول العمر في قلعه وادرين، عاد طول عمرك نبغى الشارع يمر على هالارض هذه عشان نتخلص منها، الله يهديك، ونرضى لسان هالمره وتسكت. حاضر، اللي تامر فيه يا طويل العمر. ما يامر عليك عدو، انا حقيقه مقدر جهودك هذه وما راح انساها، وبالمره طال عمرك ابي التثمين هذا يكون من الدرجه الاولى. لا لا، حاضرين طال عمرك، هذا حق واجب. انا عارف اني تعبتك، لكن ان شاء الله انه بيكون هذا اخر تعديل. الله يسمع منك. على العموم احنا عندنا اجتماع مع المدير، وانا مجهز كل الخرائط الخاصه بالمشروع، لا تشيلها. ما عن اذنك. هذا الطريق الآن المتفرع من الطريق الأساسي. نعم. هذا ما شاء الله يعني قاعد يخدم قرى وهجر، لكن أنا أبغى أعرف ليش هالمنحنيات اللي فيه؟ هل صادفتكم جبال؟ أنت طال عمرك تدري أن المنطقة هذه ما فيها جبال، بس مثل ما يقولون بالضرورة أحكام. هاي المنطقة طال عمرك عشان بنت خالة زوجتك. إيه تفضل. حياك حياك، استريح. هذا طال عمرك كل الخرائط والمستندات اللي سويناها عن طريق الهدى. زين، الحين بغيت افهم حاجه واحده، ابغى الفرق بالكيلومترات، كم الفرق بين الخريطه القديمه والخريطه الجديده؟ هذا طال عمرك حوالي 400 كيلومتر. 400 كيلومتر. نعم. جميل جميل، يعني قدرنا نخدم كل قرانا وكل هجرنا، بارك الله فيكم. ابي هذا المخطط تخلصونه في الوقت المحدد. ابشر طال عمرك ولا يهمك. انا حقيقه ما عندي كلمه اقولها غير ان جزاكم الله خير وكثر الله خيركم. وبعدين على فكره انا ابي تخلصونه بسرعه على اساس نقدر نبلغ الاعلام ونبلغ الصحافه، يهتمون فيكم ويكتبون عنكم، وانتم ناس تستاهلون. هذا كله بتوجيهاتكم طال عمرك. أعزائي المشاهدين، مساء الخير ثم مساء الخير ثم مساء الخير. أخيرا بدأ البرنامج. اليوم كمذيع مبسوط كثير لأني قاعد أجري حوار مع أستاذ كبير، صاحب تاريخ عن منطقة طبعا تاريخية وعنده إنجازات تاريخية كثير. فطبعا قبل ما أتحاور معاه ودي أعطيكم نبذة عن هذا الأستاذ. طبعا هو اسم أستاذ صالح الهدى، من مواليد مدينة الهدى، درس في مدارس حتى تخرج من الثانوية العامة، ثم ابتعث بعد ما تخرج من الثانوية العامة في الدراسة للخارج، ونال درجة البكالوريوس في علوم البحار من جامعة كولومبو، ثم نال درجة الماجستير من جامعة قندهار في زراعة قمح المهجن. اي نعم. ثم عاد الى بلاده وعمل فترة وجيزة، عاد بعدها الى الولايات المتحدة الامريكية ليحصل على درجة الدكتوراه من احدى جامعاته. فانا الان بسوي مع اللقاء، يليتكم تكونوا معانا. اهلا وسهلا بضيفنا الكريم العزيز، تفضل. اولا شكرا لك، شكرا للتلفزيون على هذه المقابلة، وأتمنى أكون عند حسن الجمهور. يا ليت الكلام هذا تقوله بعد ما ننتهي. طبعا أنا عندي بعض الأسئلة وأتمنى أنك تجاوبني عليها. تفضل. لا شك أنكم واحد من ساهم في تطور التنمية في الهدة، فكيف تقارن بين الهدة اليوم وهي تقف بكل شموخ وكبرياء ومهابة بين مناطق بلادنا المختلفة؟ طبعا الهدة قبل نيلكم شهادة الدكتوراه وعودتكم الميمونة للوطن. أولا الحمد لله، عندنا كان ماضي مجيد، والحمد لله الآن المستقبل زاهر.
فإذا كان حقيقة في جهود فهو بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جهود زملائي في الأمانة. ترى ما هي فلسفتكم في الإدارة بعد عودتكم الميمونة من الولايات المتحدة الأمريكية؟ شكرا على هذا السؤال. الحقيقة هذا السؤال مهم. أنا رجل أحارب الرشوة، أحارب الواسطة، ما أؤمن في القاعدة اللي تقول الأقربون أولى بالمعروف. لا، أنا إذا إنسان تقدم عندي الوظيفة حسيت أن رجل كفء متعلم حتى لو كان بيني وبين عداوة أجيبه، ما يهمني، حتى لو كان ابني بس متعلم وما يفيد وطني ولا يفيد شو أجيبه. لا، أنا ما عندي هذه القاعدة. أنا عندي القاعدة البقاء للأصلح. طبعا سمعنا كما سمع غيرنا عن المشاريع العملاقة وخاصة مشروع الطريق العظيم الذي يصل أجزاء منطقة الهدة بعضها ببعض، فهل ممكن تعطينا نبذة عن هذا الطريق العظيم؟ اجتمعت أنا والمهندسين والناس المختصين في الأمانة، قررنا إن الخط هذا لابد يكون يخدم كل قرية يمر عليها وكل هجرة يمر عليها. ليش؟ على أساس ينعمون المواطنين أهل البلاد بخيرات المملكة، يكون ما في صعوبة انتقالهم من الهجرة إلى المدينة ومن المدينة إلى الهجرة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لنتحاور مع أمين بلدية الهدى. وبعدين مع الفاصل الإعلامي، ما يبي ينتهي ولا ايش؟ انت صادقة فعلا مللون. شوفي احنا بايش وهم بايش. بدا البرنامج. اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل حوارنا مع امين بلدية الهدة. تفضل. شكرا لك. طبعا سمعنا انكم قررتم بناء مستشفى عالمي يضم اكثر من 310 اسرة يفي بكل احتياجات اهل الهدة. هل تحدثنا عن هذا المشروع العظيم؟ هو تصحيحا لمعلوماتك، المستشفى يضم تقريبا حوالي 450 سرير وليس 310 سرير حسب ما ذكرت. ما شاء الله عليك وجهالك، يعرف يتكلم موقف صدقي. وانا طالب، انا كنت خايفه طول المقابله يتعتع، بس ما شاء الله خلني والدي. عيني عليه بارده، الله يخلي لي الهده ويخلي الهده لنا. لا شك الحوار جميل معاكم وممتع، ولكن الوقت بدا يدركنا. بس عندي سؤال بسيط حول دراستكم في الولايات المتحده الامريكيه. تفضل. Do you speak English or do you speak Hadda only? I speak English, I speak Italy, I speak French, I speak Arabic and I speak Hadda also. ايش رايك في الاستراحة؟ ايش رايي بعد؟ بس قبل لا اعطيك رايي ابغى اسالك سؤال واحد. الاستراحة هذه متى اشتريتها؟ ليش تضحك؟ يعني صراحة كلامك يضحكني. انت من متى تعرف ان انا اشتري؟ هذه هدية من ابو زوجتي. هدية استراحة بس؟ لا لا، مو استراحة بس، بصراحة هو ما قصر. اشترى لي شقة في لندن، واشترى قصر لبنته في سويسرا، ويعني يعني تقدر تعتبرها صباحية. اي قول كذي يا ريال، وانا اقول معقول امين عام بلدية الهدة العم ابو محمد يهدي بنت استراحة 5000 متر بس. بس ادعي معايا وقول ان شاء الله ما نحتاجه بعد كذا. تفضل حياك. شكرا، الله يسلمك. في الحقيقة يعني أنا أهني نفسي أولاً أني قابلت رجل بطيبته وأخلاقه مثلك فاتح مكتبه لخدمة المواطن والمواطنين. شكراً لك على هذا الإطراء. لا طبعاً، عفواً، هذا مو إطراء، هذا حقيقة أنا أشوفه بعيوني طال عمرك. على العموم يا أستاذي، يجب على كل مسؤول يفتح مكتبه للمواطنين. إحنا ما وجدنا هنا إلا لخدمة الوطن أولاً والمواطنين. تفضل أستاذ. هذا مو إطراء، الله يطول عمرك، هذا حقيقة أنا أشوفه قاعد بعيوني. إحنا يا الصحفيين على الله وعلى الإعلانات، وإحنا بنقوم بتغطية خاصة على كل الإنجازات التي تمت في الهدة. والحقيقة وفي وقت قياسي طبعا بقيادتكم، نرغب منك توصية لكل الشركات التي ساهمت في بعض المشاريع ورجال الأعمال يلتحقوا ويانا في الملحق الخاص.
إذا خلاص ما في مشكلة، أخلي السكرتير يكتب لك خطاب ويرسله عن طريقنا للجريدة. حقيقة الجماعة هناك كلهم جماعتنا وما راح يقصرون. مشكور طال عمرك، بس ما قلت لي متى أجي أخذ المقابلة. إحنا راح نعد الأسئلة وفي نفس الوقت راح نعد الأجوبة ونعطيك إياها. أجل ممكن أخلي المصور يدخل علشان يأخذ لنا بعض الصور أنا وياك علشان الجريدة. إيه ما عندي مانع، ولو أني ما أحب الشهرة لكن ما عليه. تفضل. ما شاء الله عليك، الناس مبسوطين منك كثير، بس أنت 24 ساعة بالشغل. أنا أقول يا أبو محمد لو تعطينا على الأقل ساعة من وقتك، شيء من وقتك، يعني عيالك وبيتك محتاجين لك أكثر. هذه أمانة يا أبو محمد، خدمة الوطن فوق المصلحة الشخصية. بالعكس، وأنا ما مانعت، بس أنا أقول على الأقل لو تعطينا ساعة من وقتك لبيتك وعيالك وصحتك يا أبو محمد. ألزم عليك صحتك. أنا أهم شيء عندي خدمة الوطن، خدمة الوطن تاج فوق راسي، بعدين لازم أمن مستقبلي ومستقبل عيالي. الكرسي اللي أنا جالس عليه أبو محمد هذا كرسي حلاق، اليوم أنا جالس بكرة غيري يجلس، وما أدري متى يشيلوني أو يحيلوني على التقاعد. لازم أمن مستقبل عيالي. بعدين بقول لك حاجة واحدة، شفتي هالجرائد وهالأخبار وهالمقابلات اللي في التلفزيون كلها هذه طنطنة، بكرة لما أموت ما حد راح يكتب حتى خبر وفاتي. شايف ما جبنا شيء.